من هنا من قلب الموصل الحرة المحررة. العاشر من يوليو ذكرى تحرير محافظة نينوى بشكل كامل من عصابات داعش الإرهابية، النصر الذي أعلن عنه حيدر العبادي آنذاك لتزول حقبة العذاب عن المواطنين الذين ذاقوا ويلات العيش تحت سطوة التنظيم. لكن فرحتهم بالتحرير لم تكتمل حتى يومنا هذا، فعدم الجدية بتقديم الخدمات وإيجاد فرص عمل للشباب وتوظيفهم لم يجعل من هذه الذكرى خيرا وفرحا للناس أجمع كي يحتفلوا بها في كل عام. اليوم ذكرى ثالث من ثلاث سنة ثالثة على تحرير الموصل، وما قدمونا كل شيء وما شفنا لا خدمات لا أي شيء، وإحنا هسا هاي حالتنا عن شغلين بشارع، يعني شوف الخدمات حياة تعبانة وما يقضون على العطالة بطالة، يعني وضعية الموصل حياة تعبانة، يعني المفروض يساهمون من هنا من غادي شوية، المسؤولين يدعقون على محافظة نينوى، يعني يشوفون أوضاع بالنينوى حياة تعبانة. نحن من ذوي الشهداء، لا وظائف لا تطويع، نحن من ذوي الشهداء، أنا يا أخي شهيد بالشرطة وانشتل، لا عنده حقوق لا شيء، أمي شهيدة انشتلوا الدواعش، لا قدموا لنا كل شيء ما قدموا لنا، لا وراحوا هباء منثورة وكل شيء ماكو. الذكرى الثالثة على التوالي تمر بالناس من غير بهجة ولا استذكار إلا بالمواجع التي يواجهونها حتى هذه الساعة، فما أن تم تحريرهم من سجن داعش حتى انتقلوا لسجن كورونا وفرض حظر التجوال وشحة العمل، فصور الدمار التي لا زالت شاخصة في أرجاء المدينة بأكملها لا تعطي أملا للناس بمصداقية الحكام بمستقبل أجمل. يعني صار لنا أكثر من 3 سنين لحد مستشفيات مثل أوادي ما عندنا، أوكي؟ مجرد حلول ترقعية كربانات، وحتى أبسط الأمور تفتقر عليها المستشفى اللي هي خلينا نقول باراسيتول يمكن يشتروه من الصيدلية. هو هذا خلينا نقول الواقع الصحي والواقع الاجتماعي. اليوم ذكرى تحرير الموصل اللي صار لنا تقريبا 3 سنوات وأكثر من تحررنا، إلى حد الآن ما لمسنا شيء من الحكومة، توفير العمل، بناء البيوت اللي تهدمت. الذكرى تمر بألم لا بفرح واستبشار بمستقبل أفضل، فالظلم لا يزال ساريا وشمس الحرية لا تزل محجوبة حتى الآن، فعلام الكذب على أنفسنا والحديث بشيء لم يرسم على الواقع أصلا. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.